من مدينة كوفنتري البريطانية ينضم إلينا مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. أهلا بك معنا سيد رامي، ماذا نعرف عن هذا الاستهداف؟ نعم صباح الخير. طبعا هذا هجوم حقيقة الأمر وهجوم وعملية بالعادة كيكون هناك قصف متبادل، ولكن على ما يبدو هذه المرة هجوم من قبل فصائل الجيش الوطني الموالي لتركيا على نقطة لقوات النظام في ريف حلب الشمالي الشرقي وتحديدا في المنطقة الواقع غرب مدينة الباب، أدى لمقتل 4 عناصر من قوات النظام وجرح آخرين في هذا الهجوم الذي يعتبر الأكثر دموية منذ بداية العام أو منذ ما يعرف بالاتفاقيات أو اللقاءات الروسية التركية مع النظام السوري. أيضا هذا الهجوم ليس الوحيد، اليوم كان هناك اشتباكات أيضا عنيفة في ريف حلب الشمالي ما بين الفصائل الموالية لتركيا من طرف وقوات النظام من طرف آخر، وأيضا ما تعرف بقوات تحرير عفرين أيضا كانت اشتركت بهذه الاشتباكات. الاشتباكات هي اليوم نعم متصاعدة، لكن أمس أيضا كان هناك اشتباكات. منذ بداية العام هناك من يريد أن يقود ما يعرف باللقاء الروسي التركي مع النظام السوري عبر شن عمليات واستهدافات في تلك البقعة التي من المفترض أن تكون النقطة الحجر الأساس للتفاهمات الروسية أو التركية. ومن برأيك سيد رامي يريد أن يقوض هذه الاتفاقيات؟ هناك طرفين حقيقة الأمر، هناك طرف في ريف حلب الشمالي، هناك مجموعات مولى لإيران وأيضا فصائل داخل الجيش الوطني التي ترفض هذا اللقاء التركي مع النظام السوري وتريد أن يعني تشن تلك المنطقة لمعركة قبل الوصول إلى تفاهمات بين الجانبين. طيب يعني تصاعد هذه الهجمات كما ذكرت سيد رامي، ما سببه غير تقويض يعني الاتفاقيات؟ هل يمكن أن نقول بأن ربما داعش يعود إلى المسرح الآن؟ داعش في تلك المنطقة غير موجود، ولكن قد يكون هناك دواعش بفكر آخر، يعني هم لا يريدون أن يكون هناك تهدئة في تلك المنطقة، يريدون أن يعني يعيشون على الدماء، يريدون أن تتصاعد العملية العسكرية في تلك المنطقة. تلك البقعة من الجغرافيا السورية تحديدا ريف حلب الشمالي هناك تواجد لميليشيات إيران فيها بشكل كبير جدا. هل إيران ليس لها مصلحة من هذا التقارب؟ هل إيران تخشى على نفوذها في تلك المنطقة في حال جرى فتح طريق غازي عنتاب دمشق أو غازي عنتاب حلب يعني يبعد النفوذ الإيراني؟ كل شيء وارد، ولكن ما نشهده ونرصده على الأرض بأن هناك عمليات عسكرية وهناك قتل اليوم وهو العدد الأكبر منذ بداية العام كحصيلة عسكرية. طيب سيد رامي، وإلى أي مدى هذه الهجمات والضربات قادرة فعلا على أن تقوض الاتفاقيات التركية الروسية السورية؟ إذا ما استمرت نعم ستقوض، بالنهاية سيكون هناك رد ورد رد يعني من الطرف الآخر. يعني قبل أيام كان هناك أيضا 6 جرحى من قوات النظام باستهداف أحد مقراتهم من قبل الفصائل الموالية التركية في ريف حلب الشمالي، أي أن هناك إذا ما استمرت عملية القتل الدموي قد تؤخر ولا تنهي، لأن بالنهاية كان هناك 40 قتيل من قوات النظام لم تهتم إليهم قوات النظام وصارت بالعملية واللقاءات مع تركيا. طيب شكرا لك من مدينة كوفنتري البريطانية مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن.